هاد الدخول المدرسي إلى مشينا وشفنا الدعم الاجتماعي تيتميز بواحد منحة جديدة ديال الدخول المدرسي، اللي هي منحة اللي تجي تتعوض البرنامج ديال، أو صيغة جديدة ماشي تتعوض، لأن الحق البرنامج مازال كاين، هو برنامج ملكي ديال 1,000,000 محفظة. هناك صيغة جديدة ديال هذا البرنامج اللي هو واحد الدعم مباشر اللي تستهدف بعض الفئات اللي هي عندها اليوم الدعم الاجتماعي المباشر، واللي هاد الدعم اللي غادي يتوسع على أكثر من 3 المليون ديال الأسر. وهذا التوزيع ديال هاد الدعم ديال الدخول المدرسي غادي ينطلق من الأسبوع المقبل. في الإجراءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كانت هي تدبر هذا المشروع ديال 1,000,000 محفظة، هي اللي مازال مكلفة بهذا الدعم الاستثنائي ديال الدخول المدرسي. وهنا لازم نشير بأن هذا الدعم راه مديور باش الأسر هذا الدعم تستعمله باش يشريو الأدوات ويشريو الكتب ديال التلامذ في هذا الدخول المدرسي. كلين غير باش نعطي بعض الأرقام، راه من قبل كان المحفظة اللي تتعطى ثمن الكلفة ديالها أو ثمنها تقريبا 100 ما بين 100 و 120 درهم. الدعم اللي تعطاه هذا العام هو دعم ديال 200 درهم لكل طفل اللي هو في الابتدائي وفي الإعدادي، و 300 درهم للأطفال أو التلاميذ اللي هما في الثانوي التأهيلي. من قبل الثانوي التأهيلي ما كانش يستفد من هذا الدعم، إذا تم توسيع المستفيدين من الدعم وتم الاستهداف أيضا، لأن هذا الدعم مخصص الأسر اللي هي تستفد اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر.